بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتهينا للتو من جلسة اليوم يوم الثلاثاء 21 يناير اللي كان على جدول أعمالها الاستجواب المقدم من الأخ العضو الدكتور عادل الدمخي إلى الأخت الوزير دكتورة غدير أسيري، وانتهى الاستجواب بتقديم طلب موقع من 10 نواب بطلب طرح الثقة بالأخت الوزير، وأدرج هذا الطلب على الجلسة العادية القادمة والتي ستكون في 4 فبراير للتصويت على طلب طرح الثقة. أيضا طلب الأخ معالي وزير الخارجية فتح بند ما يستجد من أعماله وفق المادة 76 من اللائحة، وإدراج التصويت على تقرير لجنة الشؤون الخارجية فيما يخص اتفاقية المنطقة المخصومة، وأخذ المجلس قرار بأن سيكون مناقشتها والتصويت عليها يوم غد بعد الانتهاء من بند الرد على الخطاب الأميري. فبكرة راح تكون الأسئلة ثم استكمال الرد على الخطاب الأميري، وبعد ذلك اتفاقية المنطقة المخصومة، وبعدها الساعة 12:30 راح يكون انتخابات الشعب البرلمانية للعام الحالي. في أي سؤال؟ شكراً.